على الصعد الإنسانية، أفاد مراسل الحدث أن الجسر الجوي الإغاثي السعودية لمساعدة المتضررين من الحرب في لبنان والذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سينطلق بعد ساعات من الآن، ومن المتوقع أن تنطلق أولى طائرات عند الساعة 7 صباحا من مطار الملك خالد الدولي في الرياض. الجسر الجوي جاء بتوجيه من الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتقديم مساعدات طبية وإغاثية للشعب اللبناني ومساندته في مواجهة هذه الظروف الحرجة. من مطار الملك خالد الدولي بالرياض من جديد ينضم إلي مراسل الحدث الزميل عبد المحسن الحربي. مرحبا بك عبد المحسن من جديد. نحن نتحدث ربما عن دقائق قبل أن تقلع هذه الطائرة، نعود ونذكر بالساعة التي ستحملها هذه الطائرة وما تحتويه من مساعدة. تفضل عبد المحسن. نعم بالفعل، لحظات قبل انطلاق الطائرة الأولى التي ستعلن عن انطلاق الجسر الجوي الإغاثي السعودي لمساعدة المتضررين من الحرب هنالك في لبنان. هذه الطائرة التي تستعد للانطلاق بعد قليل تحمل على متنها أكثر من 40 طنا من المساعدات الإغاثية والإيوائية وكذلك الطبية. متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحدث للحدث قبل قليل بأن هذه الطائرة هي انطلاقة للمرحلة الأولى من الجسر الجوي الإغاثي السعودي للبنان والتي ستحمل على متنها آلاف الأطنان خلال الأيام القادمة. سيكون هناك عديد من الطائرات خلال الأيام القادمة تحمل آلاف الأطنان من هذه المساعدات والتي تركز على ثلاثة قطاعات. نتحدث عن القطاع الأمن الغذائي ونحن نشاهد في الصورة عن القطاع الآخر الذي ستحدث عنه وتركز عليه هذه هذا الجسر الجوي. القطاع الطبي، هناك بعض الأدوات الطبية التي نشاهدها تنقل الآن عبر هذه الطائرة، بالإضافة إلى الجانب الآخر من الأزمة هنالك وهو الجانب الإغاثي. تحدث على مستوى النازحين. هذه المساعدات تركز أيضا على النازحين وهنالك أطنان من المساعدات التي تحمل مساعدات إيوائية. هذه الحقيبة على سبيل المثال تكفي لقرابة العائلة وأكثر ويتحمل مساعدات. تحدث عن البطانيات وأدوات الطبخ وكافة المستلزمات التي يحتاجها النازح الذي خرج ومعها خيم. عبد المحسن، لأنه الأزمة تبدو في لبنان أزمة مواقع وأماكن كما تعلم، يعني الناس لا يجدون بعد أن امتلأت المدارس وكذلك الأسر التي تستضيف، وبالتالي هل تم التركيز على مسألة الإيواء الخيم بكل ما تحتاجه من معدات طبخ وأسرة وبطاطين وغيرها؟ نعم بكل تأكيد، هذه الحقيبة تحمل على وفيها كل هذه الاحتياجات التي يحتاجها النازح بالإضافة إلى الخيام. وأيضا هنالك دراسة مستمرة لعملية الاحتياجات لأن هذا الجسر الجوي وهذه الطائرة ليست طائرة وحيدة، ولا نتحدث عن 5 طائرات أو 10 طائرات فحسب، تحدث عن جسر جوي كامل يحمل على متنه المساعدات التي ستتطور أو تتغير بحسب الحاجة إلى هنالك في لبنان بالحاجة المتغيرة أو الطارئة، أو حتى في حال هنالك احتياجيات أكثر في بعض الأغراض من ناحية النازحين، مثلا على سبيل المثال الخيم، سيتم التركيز على الخيم في واحدة من الطائرات، بالإضافة إلى أيضا هذه الحقيبة على سبيل المثال هذا الكرتون يحتوي على كافة أدوات الطبخ وأيضا مساعدات إغاثية غذائية مباشرة سيتم إرسالها بعد قليل. أي أنه هذه العملية مستمرة، دراستها أيضا مستمرة وتتطور عملية الإرسال المساعدات بشكل يومي لأن هذا الجسر وهذه الطائرة التي سيذهب على متنها السفير السعودي في لبنان بعد قليل وليد
سعيد بخاري برفقته فريق من مركز الملك سلمان، وستهبط في مطار رفيق الحريري هنالك في بيروت. لن تكون الأولى بحسب تأكيدات مركز الملك سلمان الأخيرة، لن تكون الأخيرة عفوا، سيكون هناك دراسة للاحتياج وإرسال أكبر قدر ممكن من الطائرات والاحتياجات على زمن غير معلوم حتى يتم إيصال المساعدات لأكبر عدد ممكن وسد الاحتياج في كافة القطاعات الطبية والغذائية والإيوائية أيضا. نعم عبد المحسن، معلم أنك ستغادر مع هذه الطائرة، وبالتالي نبهني في أي وقت اقترب بالفعل موعد الإجراءات حتى ربما ننهي معك هذه الرسالة. ولكن بما أنك ستغادر ولديك تجارب سابقة، مسألة التوزيع هل هو بإشراف مركز الملك سلمان بنفسه من خلال وكلاء الجانب الحكومي أو الرسمي، أم هنالك منظمات معروفة على الأرض، منظمات لبنانية يتم التعامل معها في مسألة توزيع هذه المساعدات؟ مركز الملك سلمان يعمل في دول كثير، أتحدث عن أكثر من 100 دولة يوصل إليها مركز الملك سلمان المساعدات. أكثر من أزمة شارك بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتخفيف وطأة أثار هذه الأزمات، سواء كان على مستوى الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والزلازل والفيضانات، أو حتى على مستوى الحروب وغيرها من الأزمات. وبالتالي هناك خبرة واسعة لدى مركز الملك سلمان في عملية إيصال المساعدات. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوصل المساعدات حتى في أفغانستان، في داخل بعض القرى التي لا يستطيع الوصول إليها الناس. فبالتالي هنالك خبرة طويلة. على سبيل المثال هذه المساعدات الذاهبة إلى لبنان، كان هنالك عديد من الاجتماعات التي حدثت ما بين مسؤولي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالإضافة إلى السفارة السعودية في لبنان، وأيضا من الجانب الحكومي حكومة تصريف الأعمال هناك في لبنان، وأيضا من القطاعات المختصة بعمليات الإغاثة هنالك في لبنان. فبالتالي تم الاتفاق على عملية محددة، تم الاتفاق من قبلها ما بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وأيضا هذه الجهات على إيصال هذه المساعدات بطريقة معينة، إما عبر الإيصال المباشر أو حتى الوكلاء، وهو ما يعمل به مركز الملك سلمان في عديد من الدول منها اليمن وغيرها، عبر وكلاء معينين يقومون بإرسال هذه المساعدات وبإشراف مباشر من قبل مسؤولي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. فبالتالي العمل يتم بالتنسيق واسع وعمل كبير يسبقه تنسيق كبير جدا ومشاورات، وأيضا خبرة طويلة يعتد بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على المساهمة بالوصول إلى هذه المساعدات إلى أكبر عدد ممكن من المتضررين جراء الحرب، أيضا مساعدة القطاعات المختلفة التي تضررت، سواء كان قطاع الأمن الغذائي، عبد المحسن، القطاع الطبي، وكذلك قطاع الإيواء وغيرها من القطاعات المختلفة التي يبدو أن عبد المحسن لم يعد يسمعنا من مطار الملك خالد الدولي في الرياض مراسلة.